السلاح اللي في ايدك. اسمع في ايه؟ اسمع في ايه؟ اسمع تعالى، ما عملتش حاجه. اسمع، هو في ايه؟ ما عملتش حاجه. اسمع ايه ده؟ هو في ايه بره؟ في ان واحده واطيه رخيصه كانت عايزه تغدر بجوزها. يا باشا انا اقول كل اللي عندي يا باشا، هو انا لو اعترفت مش هبقى شاهد ملك واطلع منها يا باشا؟ اتكلم من غيرك كتير، كنت جاي عايز تقتلنا مصباح؟ تطيط عيد يا باشمهندس طارق لو عملت كده. انا بس كنت بشتغل عمك عشان اخد منه فلوس والله. وادي اعتراف ان كان عمي هو اللي بعته عشان عايز يقتلني، زي ما بلغتك يا جمال بيه. يا باشا هو فعلا بعتني، بس انا مش مجنون عشان اسمح كلامه. انا عمري ما كنت هنفذ طلبه اصلا. احنا نبتديها كده من اولها؟ انت جاي والباب مفتوح لك واستحك في ايدك ومخبي وشك. جمال بيه هتلاقيه كان عايز يسلم عليا في نص الليل، او عايزنا ننزل نصلي الفجر جماعه. يا باشا انا ماليش ذنب يا باشا، انا عبد المأمور والحمد لله هي جت سليمه اهوت وما حصلش حاجه. ما حصلش حاجه؟ ده شرف قتل يا حبيبي. اظن كده كل حاجه بقت واضحه قصادك يا جمال بيه. الشيك ده اكبر دليل على المؤامره اللي كانت معموله ضدي، وللاسف مراتي كانت مشتركه فيها. مراتك؟ هي الاستاذه غادة يا باشا تبقى مراتك؟ يا اخي تخيل ان غادة مراتي. كانت فاكره انها لما تخلص مني هتورث كل حاجه وتدي عمي اكبر خازوق في حياته. يبقى هو كان عارف انك متجوزها، عشان كده طلب مني ان انا اقتلها. شفتي؟ باعك زي ما بعتني بالظبط. انا ما بعتش حد يا طارق، الكلام اللي هو بيقوله ده كذب. انا ما اعرفش اي حاجه عن اللي هو بيقوله ده. ايه ده؟ شيك ب 10 مليون جنيه ليه؟ ها؟ عشقك في الضلمه ولا ده تمن رقبتي؟ يا باشا ده اداني كارت جوزها الاولاني عشان ارميه هنا، عشان تفتكروا ان جوزها الاولاني هو اللي قتلهم هما الاثنين. وادي اعترفت انا يا جمال بيه. انت جامد قوي يا معلم مصباح، وفرت علينا كتير بصراحه. طب اهو يا فندم بيقول ان هو يعني كان جاي عشان يقتلني انا كمان، يعني انا ماليش دعوه، ما اعرفش اي حاجه. الكلام ده حضرتك تقوليه بكره في النيابه، وحاولي تثبتيه براحتك. هاتوهم. يا باشا انا ماليش دعوه بكل ده يا باشا. طارق انا ما عملتش فيك اي حاجه وحشه. انت اللي بعتني، انا ما بعتكش. وما بعتني لما عرفت عليا واحده ما تسواش. طارق انا ما عملتش فيك حاجه وحشه، انا ما بعتكش يا طارق صدقني. اللي ما تسواش دي برقبتك. اشترك في باقات واتش الشهريه ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه ب 149 جنيه و99 قرش.